من الرياض مع المحامي فيصل مجيدي رئيس مركز إسناد لسيادة القانون. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد فيصل. على الأرض هي وفق كل المتابعين محاولات يائسة بعد 3 سنوات دخول العام الرابع لقوات شرعية مسنودة بقوات تحالف باليمن لاستعادة شرعية وما حققته بالقانون من الناحية القانونية. كيف يتابع هذا الموضوع وكيف ممكن التعامل معه الآن حتى فيما يتعلق بخروقات جديدة لتفادي خروقات جديدة؟ نعم، أحييك والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. الواقع أن هذا الفعل ربما يراه كثير من المراقبين انتكاسة جديدة لميليشيا الحوثي في ظل ربما كثير من الهزائم التي تعرضت له في الجبهات، ومما أرادت لفت أو رفع معنويات يعني مقاتليها بأن هناك لديها قوة صاروخية، لكن هذه القوة الصاروخية لم تكن في الأساس موجهة إلى جهات عسكرية تستطيع أن تقولي إلى جبهات أو بمعنى معين. صحيح، المفروض كانت تستهدف مدن آهلة بالسكان، يعني مناطق آهلة بالسكان، هذه كانت النية، تم اعتراضها. إيه؟ نعم، وهذه الإشكالية أيضا ربما أنا أراها أنها من خلال كون الميليشيا في الأساس مجرد مخالب وديون لإيران، إيران تعاني من عزلة، الآن تعاني ربما من ضغوط دولية، والحديث عن أنه سيتم إلغاء الاتفاق النووي مع في الولايات المتحدة في شهر مايو، ربما من خلال توجيهاتها لمخالبها في اليمن أرادت أيضا أن تقول أن لديها أوراق ضغط، وبالتالي هي رسالة يعني مزدوجة أرادت من خلاله الميليشيا أكثر من مرة أن تقدم تلك الخدمات المجانية. هي لم تحقق طبعا أي مكاسب عسكرية سوى أنها فقط أرادت أن تقوم بهذا. حتى هي ليس هدفها، يعني من الأهداف واضح بأنه ليس هذا من أولويات تحقيق مكاسب عسكرية. نعم، بكل تأكيد العملية فقط يعني كانت حتى ربما لمراقبين مستغربة باعتبار أن المبعوث الأممي الجديد متواجد في صنعاء، وهو كان متفاعل ومتفائل بأنه سيتم تحقيق ربما عملية سلمية واتفاق سياسي في ظل الحديث عن المسؤولين الغربيين بأنه سيتم إبرام اتفاقية عام 2018. الحوثيون ردوا بشكل واضح وقاطع بأنهم غير جاهزين بالفعل كما قال ولد الشيخ لإتمام عملية سلمية، وبالتالي هم مجرد الغريب كان يعني دارهم. كما قلت حضرتك هذه النقطة ودعم الكثير من المحللين والمتابعين معنا بأنه الحديث عن حوار، الحديث عن حل سياسي، لماذا يعني طبعا كان في جهود دائما لحل بالطرق الأنسب، ولكن لماذا لا زال يعول على هذا الفصيل في نفس الوقت هو يصعد من ناحية أخرى وما زال يصعد مع أنه يترقب حتى الأقصى في التعامل معه كإيران يعني وذراعه بالحوثي من خلال ما يحدث؟ يعني لا ننسى في واشنطن اليوم من أبرز جداول ولي العهد موضوع إيران، على الأرض هي خاسرة. بالضبط، والمسألة يعني قلت لك أنها عبارة عن تحريك لملفات، وإيران أرادت أن تلفت نظر المجتمع الدولي بأنها باستطاعتها بفعل خلط الأوراق، ومن ثم ربما هذه الفقاعات التي توجهها هنا وهناك بالفعل قد تكون من ناحية هذه المرة أنها واضح استهداف لمدنيين من خلال استشهاد مقيم مصري إضافة إلى جرح آخرين وأضرار بمنازل مدنيين. هذا الأمر حقيقة يؤكد بما لا يدع مجال للشك أنها أن عملية سلام تتعارض مع تكوين الميليشيا باعتبارها في الأساس جماعة عنف، ومن ثم فإن المعولون على إتمام صفقة سياسية أعتقد أنهم بالفعل سيكتشفون خطأ هذا التوجه. اليمنيون بحد ذاته مدركون بأنه لا يمكن إتمام عملية سلمية، وربما للأسف الشديد نستطيع أن نقول أن الحسم العسكري هو الطريق الآمن والوحيد ربما لإتمام عملية سلمية في اليمن. أنا أشكرك جزيلا من الرياض، محامي فيصل المجيدي رئيس مركز إسناد لسيادة قانون، شكرا.